الناس أذواق، والكل ذوق فكرة، والكل فكرة وجهة نظر، والأوجه النظر مجال. ولو بتدور على الفخامة والشياكة يبقى بيور. بيور يعني نقاء، نقاء فكر، نقاء خامة، نقاء في المعاملة. اختار بيور نقاء لبيتك. بيور أصل الديكور. الفيلفيتو دهان ديكوري مائي خاص يعطي تأثير القطيفة، ناعم يتناسب مع الأذواق الكلاسيكية، متوفر بثلاث ألوان أساسية: الذهبي، النحاسي، والنبيتي. كما يتواجد منه الفضي القابل للتلوين على جميع كرتلات الألوان لكي يناسب كل الأذواق. طريقة التطبيق: بعد تجهيز السطح جيدا باستخدام السيلر المائي وسحب سكنتين أو ثلاثة من معجون أكريليك عالي الجودة لتسوية السطح جيدا، يتم دهان طبقة من بلاستيك مط خارجي بدرجة لون قريبة من درجة المنتج النهائي. يتم سحب سكينة من الفلفيتو باستخدام المالك البلاستيك. يتم التقطيع والانتظار 10 دقائق حتى يجف السطح جفاف اللمس. ويمس على شكل دائري ليعطي التأثير المطلوب. البولو دهان ديكوري مائي بخامات خاصة يعطي تأثير الرمال الساحرة، يتميز بسهولة التطبيق وروعة المظهر، يعطيك إحساس المساحات الواسعة داخل منزلك. يوجد منه درجتين: الوسط والناعم، متوافر بثلاث ألوان أساسية: الذهبي، النحاسي، والنبيتي. كما يتواجد منه الفضي القابل للتلوين على جميع كرتلات الألوان لكي يناسب كل الأذواق. طريقة التطبيق: بعد تجهيز السطح جيدا باستخدام السيلر المائي وسحب سكنتين أو ثلاثة من معجون أكريليك عالي الجودة لتسوية السطح جيدا، يتم دهان طبقة من بلاستيك مط خارجي بدرجة لون قريبة من درجة المنتج النهائي. يتم توزيع البولو على شكل إكس باستخدام الفرشاة المخصصة لذلك.
يتم المس للحصول على التأثير المطلوب. الموزايك دهان ديكوري مائي ذو حبات بيضاء وألوان أخرى غير قابلة للتلوين، يعطي تأثير الأسطح العتيقة والزهور الجميلة. متوافر بحبات بيضاء وسوداء وبنية ونبيتي وأخضر وأزرق. منتج قابل للتلوين على جميع كرتلات الألوان. طريقة التطبيق: بعد تجهيز السطح جيداً باستخدام السيلر المائي وسحب سكينتين أو ثلاثة من معجون أكريليك عالي الجودة لتسوية السطح جيداً، يتم دهان طبقة من بلاستيك مط خارجي بدرجة لون قريبة من درجة المنتج النهائي. يتم توزيع المنتج بطريقة منتظمة على شكل حرف X، وذلك بعد تلوينه باللون المطلوب. بعد جفاف السطح يتم مس الحبات البيضاء والملونة لتوزيعها على السطح. ولمزيد من الحماية يتم دهان طبقة من الورنيش المائي أكوا فارنيش ولإعطاء سطح لامع. الفانتازيا دهان خيالي رائع له لمسة فنية خاصة، يتناسب مع الأذواق الرفيعة والأماكن الراقية. منتج نهائي لا يلون، متوفر بثلاث درجات لونية مختلفة: البني، الذهبي، النبيتي. يعطي عدد لا نهائي من الألوان معتمدا على لون بطانة السطح. طريقة التطبيق: بعد تجهيز السطح جيداً باستخدام السيلر المائي وسحب سكينتين أو ثلاث من معجون أكريليك عالي الجودة لتسوية السطح جيداً، يتم دهان طبقة من بلاستيك مط خارجي بدرجة لون حسب اللون المطلوب. بعد الجفاف الكلي للبطانة يتم توزيع الفانتازيا بشكل منتظم. والانتظار حتى تجف جفاف السطح. يتم المس باستخدام الباغة البلاستيك أو المالك البلاستيك لتسوية بروز الحبات.
الماربو عبارة عن معجون مصنع بخامات خاصة يعطي شكل الرخام الطبيعي، منتج قابل للتلوين على جميع كرتلات الألوان. يتميز بسهولة التشكيل والتلميع ليعطي لمعة عالية وتأثيرات رخامية رائعة. طريقة التطبيق: بعد تجهيز السطح جيداً باستخدام السيلر المائي وسحب سكنتين أو ثلاث من معجون أكريليك عالي الجودة لتسوية السطح جيداً، يتم دهان طبقة من بلاستيك مط خارجي بدرجة لون قريبة من لون المنتج النهائي. بعد الجفاف الكلي للبطانة يتم سحب سكنتين من الماربو باستخدام المالك الستانلس أو السكينة الستانلس. يتم تقطيع الماربو كما هو موضح. بعد الجفاف الكلي أو الجزئي يتم التلميع باستخدام مالك ستانلس أو السكينة الستانلس. الكراكليت دهان ديكوري مائي شفاف يطبق بين درجتين لون مختلفتين ليشقق الطبقة العليا لتظهر من خلالها الطبقة السفلى، يعطي تأثير التربة الجافة المشققة. طريقة التطبيق: بعد تجهيز السطح جيداً باستخدام السيلر المائي وسحب سكنتين أو ثلاث من معجون أكريليك عالي الجودة لتسوية السطح جيداً، يتم دهان طبقة من بلاستيك نصف لامع أو الميتاليك بدرجة اللون التي ستظهر من خلال الطبقة المشققة، ثم تترك لتجف جفاف نهائي. يتم دهان طبقة الكراكليه ويترك لتجف جفاف السطح.
يتم دهن الطبقة النهائية من البلاستيك المط بدرجة اللون المطلوبة، ويتم التوزيع بشكل رأسي أو أفقي أو عشوائياً حسب التشققات المطلوبة، مع مراعاة عدم المس كثيراً. ولمزيد من الحماية، يتم دهان طبقة من أكوا فيرنيش ورنيش مائي بعد جفاف طبقة البلاستيك النهائي. الروشن بلاستيك تشكيلي له مظهر جمالي خاص، يعطي بروزاً خفيفاً، يتميز بقوة صلابة عالية وثبات التشكيلة المطبقة عليه، منتج وسطي أبيض يطبق بدون تخفيف. طريقة التطبيق: بعد تجهيز السطح جيداً باستخدام السيلر المائي وسحب سكينتين أو ثلاث من معجون أكريليك عالي الجودة لتسوية السطح جيداً، يتم دهان طبقة من بلاستيك مط خارجي بأي درجة لون. يتم دهان الروشن بالرولة. يتم التشكيل عليه حسب الشكل المطلوب. كما يمكن التشكيل عليه برولة عظم.
بعد الجفاف الكلي للسطح يتم دهان منتج الميتاليك أو الماجيك. الروك معجون تشكيلي رائع يعطي أشكالا صخرية مميزة، يتميز بطول وقت الجفاف لسهولة التشكيل، ذو قوة صلابة عالية يعطي بروزا عالية بدون تشقق، متوافر منه الناعم والخشن. طريقة التطبيق: يتم دهان طبقة من بلاستيك البطانة على المحارة، يتم التشكيل باستخدام السكينة الستانلس حسب الشكل المطلوب. يتم التعطيق باستخدام البريليانس أو الإفكت والميتاليك أو الماجيك. كما يمكن التشكيل عليه برولة عظم.
الدماس. دهان ديكوري روعة عالي الصدفة، يعطي كريستالة مميزة، سهل التطبيق باستخدام الفرشاة الناعمة أو الخشنة. طريقة التطبيق: بعد تجهيز السطح جيدا باستخدام السيلر المائي وسحب سكينتين أو ثلاث من معجون أكريليك عالي الجودة لتسوية السطح جيدا، يتم دهان طبقة من بلاستيك مط خارجي باللون المطلوب. يتم توزيع الدماس باستخدام الرولة أو الفرشاة. يتم المس باستخدام الفرشاة الناعمة أو الخشنة حسب الشكل المطلوب. الماجيك. دهان ديكوري رائع، له أطياف لونية خاصة ولمعة عالية، متوافر بألوان الذهبي، الفوشيا، الموف، القطيفة والأخضر. يستخدم في تعطيك الروك والروشن، كما يمكن تقطيعه على الماربو ليعطي مظهر ديكوري مميز. طريقة التطبيق: بعد تجهيز السطح جيداً باستخدام السيلر المائي وسحب سكينتين أو ثلاث من معجون أكريليك عالي الجودة لتسوية السطح جيداً، يتم سحب سكينة من الماربو يتم تقطيع الماجيك باستخدام السكينة الستانلس بألوان متعددة.
اللاهزور، دهان كريستالي رائع ذو صدفة عالية يطبق على الستانسل ليعطي رسومات زخرفية رائعة، كما يمكن تطبيقه على جميع المنتجات الديكورية. متوافر بالألوان الذهبي، الفضي، النحاسي، النبيتي، الموف والفوشيا. طريقة التطبيق: بعد تجهيز السطح جيداً باستخدام السيلر المائي وسحب سكينتين أو ثلاث من معجون أكريليك عالي الجودة لتسوية السطح جيداً، يطبق وجه من دهان بلاستيك مط بأي درجة لون مطلوبة، يلصق الستنسل ويسحب اللازورد باستخدام السكينة الستانلس. البيرل إفكت، جليز مائي صدفي رائع يستخدم في تعطيق الأسطح الجبسية والحوائط، له لمسة جمالية خاصة بصدفة عالية. متوافر باللونين الفضي والذهبي، ويمكن تلوينه على جميع كرتلات الألوان. طريقة التطبيق: بعد تجهيز السطح جيداً باستخدام السيلر المائي وسحب سكينتين أو ثلاث من معجون أكريليك عالي الجودة لتسوية السطح جيداً، يتم دهان طبقة من بلاستيك نصف لامع أو الميتاليك بدرجة لون حسب اللون المطلوب. بعد الجفاف الكلي للبطانة يتم التعطيق باستخدام الإسفنج لإعطاء التأثير المطلوب، وذلك بعد تخفيفه بالماء 20% وبأكثر من لون.
الشموار. دهان ديكوري مائي يتميز بصدفة ولمعة عالية، يعطي أشكالاً ديكورية رائعة ذات بروز متوسطة. متوفر بثلاث ألوان أساسية: الذهبي، النحاسي، والنبيتي، كما يتواجد منه الفضي القابل للتلوين على جميع كرتلات الألوان لكي يناسب كل الأذواق. طريقة التطبيق: بعد تجهيز السطح جيداً باستخدام السيلر المائي وسحب سكنتين أو ثلاث من معجون أكريليك عالي الجودة لتسوية السطح جيداً، يتم دهان طبقة من الشموا أو الميتاليك حسب اللون المطلوب باستخدام الرولة. يتم توزيع الشمواه باستخدام مالك بلاستيك وتوزيعها توزيع منتظم. بعد الجفاف السطحي للشمواه يتم مسه مسة بسيطة لتسوية الحبات البارزة. البريليانس جليز زيتي رائع، يتميز بطول فترة الجفاف وسهولة التطبيق،
يستخدم في تعطيق الأسطح الجبسية والحوائط، منتج وسطي قابل للتلوين على جميع كرتلات الألوان المختلفة. طريقة التطبيق: بعد تجهيز السطح جيداً باستخدام السيلر المائي وسحب سكنتين أو ثلاث من معجون أكريليك عالي الجودة لتسوية السطح جيداً، يتم دهان طبقة من لاكيه نصف لامع أو الميتاليك بدرجة لون حسب اللون المطلوب للبطانة. بعد الجفاف الكلي للبطانة يتم دهان المنتج باستخدام الرولا. والتعتيق باستخدام الرولة التشكيلية أو قطعة قماش أو الإسفنج لإعطاء التأثير المطلوب، وذلك بعد تخفيفه بالنفط.